عندي 24 سنة، خريجة كلية تربية رياضية، بشتغل في جمعية صعيد للتربية والتنمية. أنا دخلت التحضير ده بترشيح من مكتب أصيل من جمعية الصعيد للتربية والتنمية برئاسة أستاذ كميل عبد وأستاذ بسام كمال، إن أنا أحضر تحضير معاصر مع دكتور عادل بولاد مؤسس التحضير المعاصر. خدنا دورة تدريبية حوالي 24 يوم منفصلين، 10 و4 أيام و10 أيام. انتهوا بامتحان يوم 25 مارس، كان أعداد مدربين. كان معايا بنتين تاني في الفريق بيتدربوا معايا، ايفون وماريو. دكتور عادي اختارني انا ادخل الامتحان مع ولدين تاني من جامعه الصعيد وثلاث كباتن من القاهره والجيزه. خدت تاني اعلى تقييم بعد كابتن ناصر اللي هو اصلا بيتدرب مع الدكتور من سنه، احنا كان لينا حوالي 24 يوم بس. مكتب جامعه الصعيد التربيه والتنميه عمل مشروع اليونسكو ده، سجل التحطيب باسم جامعه الصعيد في منظمه اليونسكو. بدأت تدريب تحطيب تقريبا من حوالي شهرين عن طريق المس رانيا. المس رانيا في الأول جت كلمتنا على الرياضة بصورة عامة، يعني قالت لنا ايه هي الرياضة وبدأت امتى. عرفنا ان هي رياضة قديمة خالص فرعونية، كانت من أكتر من 5000 سنة، كانت منتشرة الأول في القرى والأرياف، بعد كده بقيت فنون شعبية لغاية ما اتطورت ووصلت للصورة الحديثة اللي هي موجودة فيها دلوقتي باسم تحطيب معاصر. التحطيب المعاصر ده حاجة مقننة بقوانين زي رياضي، زيها زي أي رياضة موجودة. حبيت التحطيب وبدأت ألعب فيه لأنه حاجة أولا مش متوفرة كتير، فكويس إنك أنت تبدأ في حاجة مش معروفة. دخلت مجال التحطيب لأنه حسيته رياضة جديدة، بمعنى صح النساء ما كانوش بيشاركوا فيها، فحبيت أشترك فيها وأكون أول واحدة يعني مع مصر في المجال ده. حبيت التحطيب دفاع عن النفس، يعني علشان أدافع عن نفسي لو أي حد كده يعني جاي يضربني امسك العصاية واعرف اعبد ازاي، علشان كده انا حبيت التحطيب. انا اتعلمت التحطيب من قيمة شهرين تحت رعاية المس رانيا، علشان كده وهي اللي علمتني انا كل حاجة وهي اللي عرفتني عن الجزء. بالنسبة للتحطيب المعاصر هو ما بيختلفش كتير عن التحطيب التقليدي، بس هو انسجام في العادات والاخلاق. التحطيب المعاصر كان هيكلة دكتور عادل بولاد، عمل منهج رياضي او هيكلة للتحطيب التقليدي، بحيث انه عمل تشكيلات ده ما يعادل الكاتا في الكاراتيه مثلا، دخل فيه زي رياضي زي اللي احنا لابسينه ده، الحزام بثلاث اطراف والتيشيرت والبنطلون، ودخل فيه الاطفال والنساء، خلى المرأة دور مهم. التحطيب التقليدي كان بيمنع مشاهدة المرأة حتى للمبارزات، مش بس ان هي تدخل وتشارك فيها كمان. لا زي عادي انا قلت لهم في البيت وقفوا، وبابا من النوع اللي هو بيرضى يخليني اشوف اي حاجه واي مجال انا فيه عادي. يعني ان شاء الله نخش البطوله ونكمل المشوار يعني، وان شاء الله الايام تبقى حلوه يعني. وحبيته تاني لانه لقيته رياضه صعيديه، حاجه كده تراث صعيدي، حاجه قديمه، حاجه احنا بننجذب لها. عصايه ولعب العصايه حاجه احنا منجذبين ليها. اعاد التحطيب المعاصر رجوع للجذور المصريه القديمه، لانه كان بيستخدم التحطيب في الحروب، فبقت المبارزات في التحطيب المعاصر ثلاثيه ورباعيه فما اكثر. بالنسبه للتحطيب التقليدي فهو ثنائيه بس. التحطيب المعاصر فتح دور للمراه ان هي تدخل وتشارك، لان احنا بنشارك في رياضه معاصره بتمشي على منهج رياضي واسس علميه. كمان هو مش زي التحطيب التقليدي ما بيبقى شايف ان هي فتوانه ومولد وما شابه ذلك. احنا بنشتغل رياضة، بنشتغل فن النزاهة والاخلاق. يعني اتسمى التحطيب المعاصر بتحطيب النزاهة لانه بيمشي على اسس وسلوك علمي. اهم حاجة احترام الذات، احترام الاخر، يمشي على مبادئ زي المروءة والشهامة. استعداد، سلاح، واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة.